بسم الله الرحمن الرحيم. موعدنا اليوم في درس جديد وهو حل المتباينات اللوغاريتميه. قبل ما ابص للسبوره واقعد اشتغل واحل، احب افكركم بحاجات مهمه جدا جدا، وهو الداله اللوغاريتميه لوغاريتم الاكس دي، هذا العدد اللي هو الاكس لابد ان يكون عدد موجب، ان شاء الله واحد على مليون، تقسيم مليون. المهم يكون مهما كان صغر الكسر لازم يكون موجب، ما ينفعش يكون سالب وما ينفعش يكون صفر، عشان انا هحل بناء على هذه المعلومه المهمه جدا. طبعا بحل بنفس الخطوات، ده اسمه ناتج. يبقى الناتج اللي هو الاكس هيكون اكبر او يساوي الاساس مرفوع للاس، الاساس 4 مرفوع للاس 3، يعني الاكس اكبر او تساوي 64، لان 4 اس 3 ب 64، يعني 4 ضرب 4 ضرب 4. ال 64 هنا يا اولاد، هنا كده ال 64 اكبر منها، يبقى انا ماشيه ناحيه كل الاعداد الموجبه. اهلا وسهلا بيها، مفيش اي مشكله عندي لان كل الاعداد موجبه.